الذكرى 65 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، محطة استحضر من خلالها مجاهدون وأكاديميون النقلة النوعية التي شهدها مسار الثورة المجيدة، وكفاح الشعب الجزائري للانعتاق من المستعمر الفرنسي. هذه الحكومة سعت ونجحت بالتعريف بعدالة القضية الجزائرية في مختلف المحافل العالمية. لقد تولت الحكومة المؤقتة مهام جسيمة، وحققت أداءات استراتيجية هادفة تمثلت في تنسيق جهود الثورة في الداخل، وحشد الدعم الخارجي لها بكل الوسائل، وتبليغ صوتها إلى مختلف قارات العالم، وكسب أصدقاء لها وحلفاء ومؤازرين، حتى انخرط في صفوفها العديد من الأصدقاء داعمين الكفاح التحرري بالقلم وبالسلاح، منافحين عن حقوق الإنسان وكرامته. تأسيس الحكومة المؤقتة بعد 4 سنوات من العمل الثوري كان تكريسا وإرساء لبيان الفاتح من نوفمبر. التأسيس كانوا هما في كل المشاريع، في كل المنابر تاع الدول كانوا وزراء، كان عندهم دور، كان عندهم نفوذ. لما كانوا ممثلين تاع جبهة ما كانش يسمعوا لهم، لكن لما يكون عنده وزير عنده يدخل للمؤتمرات، يدخل كل بصفته كوزير. إذا تفكروا في إنشاء حكومة مؤقتة قال يكونوا وزراء، باش القضية الجزائرية عندها دفع أقوى لما يمشي بعتوا أي في المنابر الاحتفالات الدولية وحتى في الأمم المتحدة في الدورات المتحدة. الحكومة المؤقتة التي شهدت بروز الدبلوماسية الجزائرية فرضت وجودها كممثل شرعي ووحيد للشعب الجزائري، وهي الجهود التي تكللت بالوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار ونيل الاستقلال